واو هاي الغرفة إلي ولا قمرها؟ بالله شو؟ لا هي إلي أنا وفاتن. بالله حبيبتي، طيب خذوها تشبرقوا فيها، نحن بناخذ الغرفة الثانية. إلا حبيبتي، منقوم نروح منشوف الغرفة الثانية إذا أحلى نحن بناخذها. بالله شو؟ إلا ما حذرتي، يا هي بتاخذي الغرفة هلا يا نحن بناخذها. لا حبيبتي خلص نحن قبلانين، رح ناخذ هي الغرفة ورح أقوم بلش دب أغراضي من هلا. قومي قومي نتركهم يصطفلوا، قومي يلا قومي قومي. باي. لك يا على عيونك شو تايسة، بلكي طلعت هديك الغرفة مشموسة أكثر. مشموسة مشمسة يا جبي. شو ثلاثية الأبعاد هاي؟ تعي شوفي لي اياها حلوة هون؟ حبيبي وين رح تاخذ لها الصورة معك؟ حتى البيت جديد وعلقت لي اياها. لك ايه اكيد بالبيت الجديد علقها، هذا ابي تاج راسي رح احطه فوق راسي وين ما رحت، شو المشكلة؟ ثاني شيء هذا ايام الفرنساوية، فرد البرابيلو تبعه وخارط دورية فرنساوية مؤلفة من 10 أشخاص بدقيقة واحدة بالغوطة. إذا كان فرد البرابيلو تبع أبوك هذا بساعة 8 طلقات، شلون قتل فيهن 10؟ صحيح هي القصة. لك يا ابي شلون انت فرد البر يعني شلون زبطت معك انك خرطت العشرة سوا؟ والله انك كنت صاحب معجزات. يلا ما علينا. ايوه يا ابي طول بالك يا ابي، صاير مثل ابطال افلام الاجنبي، رصاصك ما بيخلص اخر الفيلم. حبيبي فقع الغاز بوشي. واو كثير حلوة عجلت، كثير حلوة زينة. شو بس ما فيها غير تخت واحد؟ معقول يكون بابا حاسب حسابي بغرفة لحالي؟ روحي روحي لروح شو بغرفتي زلزونة. شو شايف البيت قديش لابق لنا؟ ايه طبعا حلو لابق لنا، وليش ما يلبق لنا بعدي؟ المهم خلينا هلا نضبط بغرفنا ونضبط بغراضنا قبل ما يجينا حدا قوام. مين حماتي؟ مين حماتي؟ ترقي ترقي الفت خانم، اسمي الفت خانم. بعدين ليش استغربتي؟ لا ما استغربت، شلون عرفتي العنوان؟ ابني اعطاني اياه، بعدين اللي بيتم الغسان ما بيضيع. طب لو انت بتمي كل سنة علي الحلال حي بسبع روس. قلت شي بعدين؟ لا كنت عم ونش مع سبح علي. مشان بيض وشي. وشك ابيض الفت خانم. وانتي وشك اسود. ليش؟